تفضله. فين فوق؟ تاتشي كامل بغاو يرسموا. هذا بغاو يطيحوه باش يدخلوا باش يعتقوا. شوف ما بغاش يتقلى عليهم. هنا كان دجاج انايا هو السيليكون فين باقي. كان دجاج. دابا بغا يفرقوا الباب. ما يبغاتش الباب. يفرقوا اي حيطان. شرا كنشوفو غير في الافلام. هذوك كتعذب شي قنبله كل عوانه باش يعتقو صاحبهم ولا شي ديال ويلي عرفتي شنو بغا يهرسو الشرجم. هذا تا هو باغي يهرسو بغا يهرسو تا برو الحديد. هادشي علاش مزال الحديد في الدار. وباز ليكم اخويا. دابا هذا هو البيت كلشي كلشي تشخشخ. اي عندك شرب بزاف. شنو كاين هنا؟ كيسان. هادي اللي هرس. هادي ديال الباب. هادي الباب. هادي شوف من تما فين تلاحت. هادشي كامل على قبل الذهب. على قبل زعما داك الذهب غادي يبيعو. هو راه الذهب راه هاد الباب. هاد الباب كيدير ليه؟ وما ما عرفش الصحة اللي عطاها الله سبحانه وتعالى. اوه عرفتي يلاه شفتو دابا هذا في البرك. ويلا بالميزان فات. مشاهدي موقع شوف تيفي صباح الخير عليكم، نهاركم مبروك. المهم هادشي ديال الافلام ديال الرعب، داكشي ديال الابناك وداكشي ديال الافلام الهوليووديه، هادو عصابه تقريبا الساعه ياك اربعه واحد دخلوا ثلاثه بقاو على برا. هاد السيده اللي كتسكن في هاد الدار الى لقات الحال كتبيع شي دهيبات كتسخر دي من هنا ومن هنا ومن هنا. هاد الدرب واقيلا ولا هاد الحي عارفينها، واقيلا كيف عارفين الناس ان اصحاب الذهب ماشي كلشي لاباس عليه، ماشي كلشي الدار كتلقاها كلها بالذهب، التلفازه ذهب، السدادر ذهب، داكشي اللي قسم لها راه الخدمه هي هذيك. المهم هادو تهجموا على هاد العائله الحد اللي فات والبارح، يعني جوج المرات باغين يدخلوا ومصممين انهم يدخلوا لهاد الدار ويشفروا السيده، والسيده ساكنه غير بوحدها هي وواحد البنيه صغيره. كيف شفتوا الباب راه فرقعوه. المهم هذا راه كانت محاوله باش يتهرس. زعما داكشي ديال اليوم غنشفرك. اليوم اليوم غادي نشفرك. هاجا وليد. وعلى سلامتك. سلامتك. اشنو وقع؟ اشنو وقع؟ قولي لي. ما بيناش ما بيناش ما تخافيش ما بيناش. هادشي وقع نهار اثنين نهار الحد. الحد ما ضربوك ما والو بعدا. جاوني ها؟ ما ضربوك ما والو. ما ضربوني. هربتي؟ هربت. جاوني هنايا بقاو يضربوا في الدفه، جا واحد الدرك هذيك المره هذيك الحاله شدوه. هذاك السيد اللي كان قبيله اللي حيدوا لي السنه وخرطوا ليه الوجه وضربوه ياك؟ مشينا الغد الاثنين مشينا قيدنا جينا نهار السبت هجم عليا هذا اللي مشدود ثاني يا ثاني هجم هذا باغي نشفروك صحة. هجم عليا نهار السبت دخل ليا جوج جناوي، ولدي جايب طوموبيلتو نزل من طوموبيلتو دخل صابو شدو ما كانش بغا يطلقو شدو. عيطنا على البوليس، جاو البوليس والاخرين يندرو، الاخرين كيضربو بالحجر من برا
الطوموبيل ديال البوليسيه هرسوها. كيضربوا بالحجر من برا، هرسوا الطوموبيل، هرسوا الشارجيم، تجاو البوليس وهرسوا الطوموبيل ديال البوليس. انت دابا نفعك واقيلا غير هذا الباب. هذا الباب هو اللي ينفعني. هذا هو الباب ديال الحديد اللي اللي عندها في اللي ينفعني. هذا ولا فرجوا عليا الباب ودخلوا عليا. ودخلوا عليا السبت، هذا الشيء السبت الثاني، ثاني السبت الثاني دخلوا علينا ودخل عليا هذا بجناويه وراه مشدود والاخرين راهم هاربين. هادشي دابا شوفي انت دابا باغيين يشفروك. باغيين يشفروني. البارح جاوني ثلاثه كيحلوا في الدفه ويضربوا في الدفه. مشيت طلعت بغيت نجيب قرعه باش نضربهم يبعدهم، مني لقيتهم هربوا. وتالك مقاومه زعما بوحدك انت وهاد البنيه صغيره. انا وهاد الدريه ما معايا ربي. وتقول جلالة الملك يبقى معايا في هاد الشيء. خاص يكون الامن 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 الامن. كبسوني الشفاره كبسوني. إذا المشاهدين موقع شفتي فيها تشرف مسيرة جوج تابعة لمولاي رشيد، واحد البلاصة يعني حدا بور نازيل حدا حي السدري، هاد البلاصة كيقولوا لها حمارة على سيدي مؤمن. المهم هذا هو التقريب ديال هاد الحي تابع لمولاي رشيد، يعني عصابة ديال الأفلام ديال الرعب. يعني ماشي أول مرة دخلوا عليهم، الأولى والثانية هي ثلاثة المرات ولا جوج المرات، ثلاثة المرات هما كيبغيو يدخلوا عليكم باش يشفروا الحاجة. وراه حفظ الله. شغنقول لك الله ستير وصافي. كيفاش بدا انت غير جيتي غير هكا؟ انا غير بارازار، انا جاي دايز الطوموبيل، انا كنت غادي مع على حي سدري وانا كنسكن انا سيمون، قلت ندوز نشوف جده وديك الساعه الطريق ديالك. جيت وقف الطوموبيل هنايا مع هذيك الدخلك، هو مع شافني بغى يخرج، مع بغى يخرج انا فهمتي باين واحد حاجه جنوبي. الحاجه ديك الساعه كانت هربات، مسورتي عليها هذا الباب. هو واش كان هو هنايا؟ هو داخل هنايا كيطرطا باغي هو كيسحب دابا واش كاين في هاد البيت فهمتي. نصلو بالفيزا كراد ديالو، ماشي زعما انا مابقاش كنتعجب، انا ما نقدرش نوصلو بالفيزا كراد. سبحان الله ما فهمتش انا والله ما فهمتش كي داير لي نجرو وعرفت شي. سبحان الله صافي الوقت اللي جاي انا عنقشو بحال هكا ضربتو مع الارض. المهم طحتي انت وياه؟ طحت انا وياه طلقت منو مع ديك الضربه مع الارض داخل هو غتلاح لي جنوه من يدو فهمتي. الله تتسلى جنوه من يدو. سديت الباب وما يشمو جايين صحابو. وراش غنقول هذاك الجاج هذا كله مهرس هادشي بالحجر هادشي ياك؟ كله بالحجر. لا هادشي ديال الخلع، هادشي على قبل الذهب. البوليس حاروا معاه. البوليس وضربوه بالحجر، طلعوا في السطوح ودوك يشيلوا على البوليس والحجر بالكيسان. هرسوا لهم داك البوراق علينا. كيفاش طلعوا للسطوح؟ يعني هادو دابا ساكنين غير هنايا. يعني راه كيعرفوا هنا المناطق، هما ولاد حمارة. يعني ولاد مسيرة جوج، يعني غير ينقصوا الديور سيوصلوا. صافي راه غير من هنا. راه هاد الدار اللي حدانا راه محلولة فيها الكراهي بزاف، هادي اللي حدانا هنا فيها الكراهي بزاف، يعني فهمتي. يعني معروفة هاديك اللي التالتة حدا الكراهي بزاف. هادي تاهي تاهي تهرسات تاهي. ويلي شي كامل. دابا وروضتوا الحرب في هذا البيت هذا؟ لا هما صحابو بغاو يخرجوه بأي طريقة. يعني خافوا لا يبقى يجي البوليس. تخيل معايا طلعوا الفوق للسطح ديالنا وكيف رجعوا في الباب باش يهودوا وما تحلش لهم. طلعوا لي من شي دار؟ من دار اخر. هو كيقول لهم حلوا عليا الباب. هو في واحد اللحظة انا ولا كيقول لي انا يتيم فهمتي. انا ولا كيقول لي انا يتيم لحظ والله ما باغي تشوفني. وانا ما قلت ليش يجيو البوليس، والله ما غنطرقش يجيو البوليس. يعني قول لي ماشي قول لي كنا السيده قول لي قتلتيها ولا غير جاو البوليس. غير جاو البوليس ودق حليت لي الباب ويدخل لقاه هنايا، لقاه كيهلل. انا مالي انا ما فهمتش صافي غلب عليا. هزيت واحد العصا من تما وبقى شويه تما، قلت لي غتزيد غتوصل عندي غنضرب فاش بقيت كنهدد فيك. قلت لي غتوصل عندي غنضرب. دافع على راسك انا ما توصلش عندي. هو بقى هنايا كيقول لي صافي. في واحد اللحظه هو ملي حليت على البوليس صافي جاو البوليس مونطاو طلعوني معاه. مشيت درت شكايه. وحقا ملي رجعت من الكوميساريه قسما بالله العلي العظيم وحق الرب الجليل، الى السق هنا بعيد على بعد الدار ديالنا بشي 50 متر واقفين، وانا من فوق طافي الضو وكنسمع كيقول لي غيخرج غيموت. اقسم بالله العلي العظيم هادوك اللي هربان اللي كانوا تما ولا وحدين اخرين؟ وحدين اخرين هما كانوا اربعه دول ولاو السق قسما برب الكعبه وما كنكذب. ودرتي شكايه مشيتي على المتي بعدا؟ ودرنا شكايه راه باقي الامن كياخذ في الاجراءات ديالو. قسما بالله العلي العظيم قال لي غيخرج غيموت. تا بالا قول لي احنا في غابه. لا اله الا الله هادشي اللي كاين والله يصوب. اللي كيف سمعتو قد يولى فيها التهديد يعني بالتصفيه الجسديه، حيت دافع الجده ديالو، حيت الاخر تشد في الحبس، و
وحيت ما داو حتى شي حاجه القضيه اللي خرجتي هذا خاص القضيه خاصك تحدي راسك ضروري شو قال لك انت تكتي حق هنا ضربني هنايا شاف بموصل هنا باش طحت انا وياه اخويا راه حفظك الله اجي اجي اجينا انت كنتي حاضره كنت انا حاضره شنو وقع بغي السيد دخل للدار هرسوا لي طوموبيل ديالو بقى كيضربوا في الشارجون بغاو يدخلوا عند صاحبهم يخرجوا باي طريقه بقاو كيضربوا بالعصي وداكشي وكيهزوا في الياجور كيضربوا في الباب بغاو يدخلوا باي طريقه يخرجوا صاحبهم من الدار داك الخوف ديال انه غادي يمشي وغادي يبرقق بهم ويعطيهم السميات وسميتو صافي ولا باغي يدير اي حاجه يعني باش يخرجوه ودابا الحاجه ساكنه بوحدها هنا في الدار بوحدها دار بوحدها ما كاينش معاها لا راجل لا دري لا والو بوحدها وخاصك الحاجه صوفي انا شاب في عمري 26 عام ما نقدرش دار يعني غنسكن فيها بوحدي ما تقرقبها حاجه راه غتشكل تقول دخلوا عليا وكذا اللي بازلي يعني سد الكاميرا دابا لا تحسب انا صراحه كنقول بازلي هادشي ما سير جوج دابا مولاي شي شوفه خاصني الطوموبيل تحطني من هنا وتهزني من هنا حيت الا درت مع الزنقه نقدر ودابا ملي قلتي هما واقفين سته قدام الدار وكيقولوا هذا اللي خرج غادي نقتلوه فواحد اللحظه بغاو يديروا لي واحد القالب شنو هو هو انهم تم غاديين فرشكين وواحد تم جاي من هنا طالع هو قال لي صافي فلان مشى ديك اللعبه راه هما مشاو يلاه انا غنمشي نعس زعما باش يخليو وعلى ذلك انا ما تاقتش وما بغيتش لا ما تاقش اخويا ما تاقش خاف على راسك الله يصوم حيت هذا اللي غيزهم وثلاثه المرات هما باغي يدخلوا للدار ديال الناس باش يشفروا هذا راه ما عندهم عقل إذا راه هو أصلا مغامر راسو هتزيجوني بعدا دابا دابا غيشكر هاد واحد بعدا راه يعني يلاه خارج من الحبس بشهر 30 يوم وراه ولف باش خارج ولف يعني ولف الحبس ولف شنو هي تكوين عصابة إجرامية والتهديد بالتصفية الجسدية وداخلين الدار والشروف هزو البوليس من هنا ولا هزو راه عارف صحابو شكون هما راه عارف لادريس ديالهم عارف السميات ديالهم ان هذه مسيره جوج مولاي رشيد حماره حيل مسيره جوج اللي كيقولوا لها حماره يعني حدا بورنازيل وحدا ما بين بورنازيل وحي صدري وسيدي مؤمن الوسط ومره باين هذا الشيء مشاهدي مقشف تي في راه وصلنا تقريبا لنهايه هذا المباشر قربنا لكم من الصوره نتمنوا مولاي رشيد معروفه بعد الامن فيه مشكل هنا كاين كتلقى شباب كل واحد وكيفاش عايش كاين الفوضى كاين البناء العشوائي كاين الروينه واقعنا في مناشد عام مثلا المهم بلا ما ندخلوا في هذا الفيلم خاصنا لي شهر وحنا نهضروا ما نساليوش خويا الله يحفظك الله يحفظك دير الشكايه ديالك وحمي راسك وربي يحفظك انت والجده ديالك تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك هادشي اللي سمعنا والله يحفظهم كاملين يا ربي نتمنوا يتم القبض عليهم ويعيشوا الناس في سلام تبارك الله عليكم نهاركم مبروك